والله دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية دعم كبير جدا للشباب المصري وللرياضة المصرية. احنا الحمد لله بنعيش طفرة بهذا الدعم الكبير في الرياضة المصرية، استضافة مصر لأكبر الأحداث العالمية. أنا بأكد وبركز أهو 158 بطولة عالمية على أرض مصر رسمية، يعني من خلال اتحاد. احنا بدأنا من أول 2019 كأس الأمم الأفريقية تصفية 23 سنة المؤدية للأولمبياد، عندنا بطولة العالم لكرة اليد، وده كان في ألف كوفيد وكان تحدي كبير جدا، وتوالت بقى الاستضافات. حاليا في بطولة العالم للسلاح، ودي اتعملت مرة 1949 بافتتاح الملك فاروق في الفترة ديت. احنا النهاردة بنستضيف نسخة 2022، 105 دولة، 2000 لاعب وإداري، حاجة مهمة جدا وحاجة كبيرة جدا. بال كبير قوي من مركز الشباب. احنا كان عندنا الأدوار التمهيدية عدد 24 فريق يتأهل منهم على مستوى النهائي، مركز الشباب الحكمنا مركز أول، ثم جينا اخترنا من ضمن 27 فريق مركز شباب العبور طلع من أفضل 5 ليكمل ال 32 فريق اللي هم بين الأدوار. جت القرعة حطت الحكمنا مركز شباب الحكمنا ومركز شباب العبور في أول ماتش إن شاء الله. الفترة الأخيرة دي اللي كل حاجة اتغيرت عن السنين اللي فاتت، في اهتمام، حكام كويسة بتنزل تحكم، في احترام للاعيبة، مش علشان مراكز الشباب هم قليلين، الأول كانوا بقى قليلين، الحكم بينزل حضرتك يعني إيه مركز شباب بينزل يحكم أو يحكم للاعيبة ولا أي مستوى، إيه ماتش كده كده هاجي أحكمه وهمشي. السنة دي في اهتمام، حكام بتيجي من الدوري الممتاز بتحترم الصغار قبل الكبير في الملعب. دعم كبير جدا للشباب، هي الدولة دلوقتي متجهة اتجاه كبير جدا لدعم الشباب وعشان تحقق حاجات كبيرة جدا في الأولمبيات وفي المحافل الدولية إن شاء الله. أنا أول مرة في حياتي يعني أشوف راعي أولا، وشايف إن الدولة بصراحة يعني بتسعى إن إحنا تسعى تطور الكورة في مصر، تطور مراكز الشباب، تطور حاجات كتير. يعني بصراحة يعني أنا منبهر بمصر ببلدي، يعني بصراحة يعني مش قادر أوصف مدى سعادتي لمصر بصراحة، وإحنا الحمد لله بنقدر نوعد بس الأهلية إحنا والبرامون الفرقة التانية اللي هي كملت إن شاء الله هنفنش في حتة كويسة إن شاء الله. الاستفادة من دوري مراكز الشباب هو بيعمل بنية تحتية لمركز الشباب وبيزود من الدخل لمركز الشباب، تقدر تصرف عليه في الدرجة بعد كده. يعني احنا مدخلين لمركز شباب في البطولتين حوالي 300 ألف جنيه، فبنبدا نصرف على الفرقه بقى من قطاع من الناشئين، ونعمل قطاع ناشئين عشان خاطر نعرف نصرف عليهم في اللي جاي، نعمل ناشئ كويس نقدر نخش من القسم الرابع للقسم الثالث، نبدا نوصل في مراكز في الدرجه لحد ما نوصل للدوري الممتاز.